بعد سفريتنا لفينيس انا والاستاذ امير رمسيس مدير المهرجان التقينا بناس كتيره جدا هناك، شفنا افلام كتير، استطعنا ان احنا نتفق على مجموعه افلام عشان نعرضها في مهرجان السينما هنا في مصر. المهرجان في فينيس كمان ادانا فرصه ان احنا نلتقي باصدقاء لينا في العالم العربي زي اصدقائنا في مهرجان البحر الاحمر، وفي اتفاقات ان احنا نعمل بروتوكولات مع زملائنا واصدقائنا في مهرجان البحر الاحمر ومهرجانات اخرى ايضا اتفقنا عليها. فان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى فتره منعشه جدا لمهرجان السينما، فتره ممتعه جدا لكل محبي فن السينما. الحقيقه لو قيمت حضور وتواجد الوفد الخاص بمهرجان القاهره في مهرجان فينيس، اعتقد ان يعني النتائج اللي حققناها هناك كانت يعني ناجحه ومهمه على اكثر من مستوى. على مستوى الافلام اعتقد ان احنا امننا عدد من اهم افلام الدوره دي من مهرجان فينيسيا اللي هتنال عرضها للشرق الاوسط الاول في مهرجان القاهره، يمكن على رأسها طبعا الفيلم اللي اعلناه يوم الختام نفسه، مما يعني ان احنا حصلنا عليه قبل حصوله على هذا الكم من الجوائز. او ان رهان فريق البرمجه عليه كان صحيح فيلم سانت أومير للمخرجه أليس دياب، واللي حصل من مهرجان فينيس على جائزه الاسد الفضي او جائزه لجنه التحكيم، بالاضافه لجائزه اسد المستقبل للعمل الاول للمخرجه، بالاضافه لعدد كبير من الافلام المهمه سواء من المسابقه الرسميه او من الاقسام الاخرى، واللي حصلت على عدد من الجوائز والجمهور هيقدر يستمتع بيها معانا في مهرجان القاهره. كمان نقدر نقول ان فريق المهرجان عقد مجموعه من الاتفاقات المهمه جدا في وقت تواجدنا في فينيس لبعض الشركات الاعلاميه بتنضم لقائمه الصحف او المجلات اللي هتغطي المهرجان بشكل رسمي السنه دي، الجريده الالكترونيه او المجله الالكترونيه ذا فيلم فيردكت اللي بقت بتضم حاليا عدد من اسامي اهم النقاد والكتاب في العالم اللي بقوا موجودين فيها، اسامي بحجم دابرا يانج، جاي فايسبرج، ده بالاضافه طبعا للشركات الاعلاميه اللي موجوده من قبل كده للمهرجان. وحتى خلال مهرجان فينيس قدرنا نحصل على اتفاقيات جديده خاصه بيها، واللي يمكن من خلالها هنشوف عدد من النشرات اليوميه الالكترونيه اللي هتقام من المجلات دي خلال مهرجان القاهره تكون مخصصه لفعاليات المهرجان. تم دعوه عدد من الصناع وعدد من رجال الصناعه والضيوف اللي كانوا موجودين في مهرجان فينيس وممثلين الافلام اللي هيكونوا موجودين معانا سواء بافلامهم او كضيوف في قسم صناعه الافلام. كل دي الحقيقه انجازات كانت حصلت في وقت قليل جدا في وقت الاسبوع اللي تواجدنا فيه في مهرجان فينيس، بس اعتقد ان انا لو قيمت التجربه هي كانت تجربه ناجحه بكل المقاييس يعني.